بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعنا ونكسن ملك استوان غلس عطان ضافها عالم كي يدلك قديسة كل سود وهذا ورئيس جار ونولية لأني أخذ كتليفون كانو كلية لأني عبد الرزاق حاج حسين وكم إذا مسؤولين توصل هي كام عدا ألفا سوماليلان وهذا كسوغان دول كبرك هيسن إسكال مر كان كم إذا حجاج النصيب كوه شيء إنسان أتكن أي قتان واجبات كحجك عبد الرزاق مركو هوري وحنو وحكوي ديني بالمركو هوري وصور جود نقصيو جيد سعود كي ديار جروجا الرماة حجكا يو أديك بحنتا ما دام وحلق كسو جي هيدول كبركيسن كسو دو عبد الرزاق تي في قرنكا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وري أمس يبهد تي في قرنكا والسلام يا ولا لها وحن كم ذا حجاج تي سنة كان لبضل كوني أفرلاتن كوب أحضي دلك السعود العربية يسوق زين يسوي واجبات كمد كمد واجبات هذا صارن إن إلهنا وحنا كبرينا إنه نجاق بلو مدن عبد الرزاق حاج حسين ما ندويد وحاد برها قبل شذا نقوله وذا تجار هنا خد كفيسبوك عقبضة يدي باتوين كتشرة حاجك ودنعي ندام كي أديك بحنتا شرحات جود من نقصين كرتا عقبضة قبل شذا اللي وذا والله الوضع صنت هوارهم وحن كل بق وذاقي عقبضين قبص ضيبا كل وذاقي دجل كان كله فيسبوك والله لو عقبضها سي سدوا دي بوشران مدوية أنا تقولي هن اللي تشيء آب يحجروا ويهين إن ولا بدي قف كار لأن يرتع محوك أهي واحد اللي بكم قوة أو تبوس مامون كريا لكن تتكوين اللي بغم باغيستها إن واحد يقابل وقول تلقى لسه حقف أيام الجاية ما يستد قف لتشيء قال يرى أن دقن هو سطح متر أفر متر لحقف له وكل دقن اللي حسن رد بيالة إيه على قلط طلبات وقوين إلا إيه إنك شرتها قرشها على الصدى أنا إيمك وجاني أيتها إنا وحبلا قبل دور الصدى كله بيصل دورنه وإنا ننهي سوح جديدة وأن أرها عينا مساجد كحرمك وأدنى وجد ركسن وقف كدوني إنه لقيه أي أذكت هاي إنه كوجارو وجيرانشني أفر صندقه إن قفكي ده ولي بحوجه تلابر في عن أما تلابر غير قاضي ويا إن قفك كلنا أنه هو سنين به إن نقالهن حتى استراحة أو بحنا ده مالو والبا مدة فرها بدن اللي تشوجيو أي عادك تهاي إلى مالو والبا سيسعد يسعد عاد سلاها بحسه وحكله تام صوينا وحوي مساجد ده ودو قريها متكنها نكت كنو إن يمر مر سيب وقت يضع إيه سلاها مخرب كي عشاقه إن هل مرسوه تكنو هل مركب فرنا أنو باور وذكريسنو مركب دمبنا أنو كسرنا أنو لوك إنتي حس عن كريسات دتك باورين إنه يجو هدي باور سواق أغنى يهدي كلام يعني تجمع ساسان هوش كمان الله ونعم مدن عبد الرزاق دودير وأطلق شيء مسؤولين تقابل سن هوله هذيك بحنتها إلا هد مشيران إن لقيت شوابي هذيك يدي أدل بنيسين ولا الله سافع عويا ولا الله مركي أنا عوشدك بالبني وحنا قطعين لس كتر تورا قف صحة ومسؤولية إذا قاضنا أن ننهلين وحي يقولك الافتيسيد قارة شخصيا أنا وينا مركا مولعة أو هلير كورستي سان سيحضان وحالا يود بيسي إن ساك لكن وحنا قطعين أن هدنا أن هلك كسي بلونه حلو كورسي ما نفر لا تسع عدد كدب وآمان تدوركي قدر دبذير أيان دب إن أنا أقول نقضه قلكي عندي جناة يسررتي وأنا هلا أريجي نظافتي هي إن الله بلن قاضي إن وحي نجحهم وكم ديهين نظام كهو سارستا أو مصص قلها إيو إن قلك عندي جناة هاي نلوها قاتيو مركا إلا إمكا وحنا وانو هلا وحنا ويمقيهين إن دعوة نحن تي وحنا قرسين إلا ملحة وأنا كسمان يوحي ترى عدة حاء أو يجونا الشركة ذا الله حب سارين دعوة ذا الله تجو وأنا هي وسارة حجك مركا إلا هالكوان سبحانه ساك وان تصنيم يلهم تجنا هاي سد عدي قويهم قرركو وحكلون تصنيم حالا لا تعرفتنا هاي ستان وش يجني وان وش يجني تباور لا أنت إن أنا جديد هيني مركا رنتي ونسجنا بروحي كصبحة إن شاء الله دولة السعودية دور تيليك بكل هذا هاي قام قابلتها أديك بحنتها هولها وديارنتها أديك إذا كل دواني حجك برشدة مسلمين تعالم كيف سوق يبجلس والله إن دولة السعودية كنتي أدي دذال بغرق بحنسة وشيء ده سولوين تودي وأديك استه بحي يجا كحرنا
boqolka sagaashan si wanaagsan oo qurux badan kulli wax la wada hilmaayo laakiin si aada u qurux badan ayaa walaal ay u adeegeen oo runtii ay isku dayayaan in rajada loo dejiyo dhibta waxay ka taagantay waxa weeyaan in khidmada la qabanayo qeyb ka mid waxay ku jirtaa gacanta soomaalida gacanta soomaaliduna waa laba qolo waa qolada xamladaha ee kasoo kaxaynaysa dhinaca dalka gudihiisa runtii iyaguna way dadaalayaan nin waliba inta uu waday xujeeda ah wixii khidmada ugu qaban karo uu qabanayaa hadday tahay masalooyinka xagga diinta caawinta xujeeda siba dadka waaweyn intii awoodooda ugu qabanayaan laakiin mushkilada ugu weyn waxa weeyaan waxaa jira cid dhexe oo u dhexaysa xamladahaasi ay dadku la mucaamileen iyo dowladda sare ee sacuudiga ciddaasi ayaana dhibta ugu badan xujeeda gaarsiinaysa oo kuwa dhibta u geysanaya ama adeegan la leeyahay uu ku maqan yahay waa iyaga weeyaan marka waa dad soomaaliya dadkan dhibta ugu badani ay kasoo gaarisa xujeeda gebagabadii mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waa maxay fariintaad u diraysaa maadaama aada xog heshay shirkadaha bixiya adeegyada xajka ee bulshada arrimahaasi ka caawiya oo runtii qeyb muhiima ka habsamo socodka howlaha xajka iyo inay adeeg fiican heleen bulshada waajibaadkan gudanaysa walaaloo baaqaan usoo jeedinaya waxa weeyaan dee dowladda sacuudiga way dadaalaysaa xujeeda dalalka adduunka ka kala imanaysa oo intaasoo milyana bay doonaysa inay adeeg u qabato dhinac walba ah hadday hurdo tahay iyo hadday tahay eriboolada kasoo degayeen iyo haddii ay tahay maxaalahda baabuurtay raacayeen laakiin dhibta waxa weeyaan waa ciddii innaga ina matalaysay ee dhexda ku jirtay ayaa ah cidda dhibta ugu badan waa isku dayaysa in lacagtii ay dee bixiyeen xujaajtu in ay farsameeyaan oo aanay adeegii loogu talagalay u iibin marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye ilaa inta la helayo dee dowladdeenu insha allah intay howshan la wareegto iyaduu la xisaabtanta u malayn maayo inay si fudud wax dhismayso laakiin qodobkan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan inay ilaahay ka baqaan maadaama aanay deebi jirin hab maamulo maanta lagu wada xisaabtamayo oo ka dhexeeya oo iyagina ay yihiin cid maanta cid kale dee ku hoos jirta oo wasaarado kale oo aan haddana xujeedii aanay macaamil lahayn dee ay matalayaan waxa weeyaan bal inay ilaahay ka baqaan inta kale atin gaarsiin karayna waa intaa laakiin de ilaahay ka baqashadaasi iyagoo xarabka ilaahay jooga ayaan telefoonka lagaa qabanayn oo aanad qofkii arkaynin oo uu laba cisho ama saddex cisho kugu qaadanayo inuu kaa meereysto oo aada hawshaadii markaad u sheegatana wuxuu kuu sheegaya kuugu jawaabaya ay been tahay marka de ilaahay ka baqan baan leenahay oo ha ka fogaadaan intaasi de waxaana maalin maanta aan ahayn baa la xisaabin doonaa haddii aan la idmo xujaajtuna de waa intii ay dadaalayaan kajilicasan iyagunbuu ka mid yahay xujaajtu waa inay wada dadaalaan xaqa ay leeyihiinna waa inay ogaadaan oo iyaguna ay taana si wada jira u doonaan oo waa qodobka ay ka faa'iidaysanayaan waa xujeedii oo iyaguna maadaama xujee yihiin dhibta iyo dooda iyo laqmiga ayay diidayaan marka iyagu waxay ka doorbidayaan mar walba in ay aamusnaadaan taasaana keentay markaa in dadkan kalena iyaguna ay u arkaan xujeedii dad aan waxba garanayn waxba fahamsanayn aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa waa cabdirasaaq xaaji xuseen oo ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadda alfa ee magaalada hargeysa kana mid a muslimiinta nasiibka u helay inay ka mid noqdaan xujaajta ka qayb gashay xajka ee sanadkan waajibaadka xajka gudanaya waxaan uga mahadnaqaynaa qadarka waqtigiisa qaaliga uu noo horay.